حيث من تتابعون هذه الانطلاقات ينطلق بحفظ من الله ورعاية الشوط لا يقل أهمية. شوطنا الثاني للأبكار الثنائي المهجنات الأصايل، رحلة هذا الشوط والأشواط 8 كيلومتر. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الأول من تاتي مع الصدارة الغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن عفز الشامسي، من يقدم لنا هذا الاسم مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز أرى اللي هي من حاف عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، من يقدم لنا من حاف من تتقدم مباشرة مع المركز الثاني. المركز الثالث الواصلة والمتقدمة في هذه اللحظات المسك علي بن سالم بن طويلج العفاري، من يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع من تتقدم اطلال محمد بن عبد الله العسكري، من يقدم لنا اطلال مع المركز الرابع. خامس المراكز ارى اللي هي تاريخ محمد بن بخيت بن محمد المنهالي، من يقدم هذا الاسم. النقلة مباشرة الى سادس المراكز والواصلة والمنطلقة مرضية علي بن خليفة بن بليش الكتبي، من يقدم لنا هذا الاسم. نشوف اللي في المركز السابع من تاتي مباشرة ارى اللي هي الغزيل سعد بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، من يقدم هذا الاسم محتلة مع المركز السابع. ثامن المراكز نتأخر لناتي بالعشر الأوائل المنطلقة من تزين أرضية هذا الميدان. التنسيم تعود الملكية لمانع بن صقر بن فلاك الكتبي، يتقدم مباشرة ويحتل المركز الثامن. اللي في المركز التاسع معياه جابر بن راشد بن محمد الهاجري. أما المركز العاشر وختام النداء الأول أرى اللي هي المسك جمعة بن مبارك بن مغير الخيلي. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام لهذا الشوط للعشر الأوائل. نعود إلى مقدمة الشوط، لن نعود إلى الصدارة، لن نعود إلى المقدمة والبداية الأولى من سيطرت مع المقدمة وأتت مع مقدمة الشوط. تاريخ تتقدم، ومن الجانب الآخر هناك مشاهدين الكرام من تاتي بهذا الانطلاق المسك علي بن سالم بن طويلش العفاري، وتاتي أيضا تاريخ لمحمد بن بخيت بن محمد المنهالي. هن في حوار ثنائي مع مقدمة الشوط ومع الصدارة الأولى. المركز الثالث الغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن عفز الشامسي، يقدم لنا الغزيل تاتي مباشرة وتحتل المركز الثالث. من حاف لمبارك بن عوض المهيري، من يقدم لنا من حاف تتقدم مباشرة وتاتي مع المركز الرابع. نشوف اللي في المركز الخامس من تاتي مباشرة وتحتل المركز الخامس. هناك مشاهدين الكرام الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات أرى اللي هي مرضية علي بن خليفة بن بليش الكتبي، من يقدم لنا مرضية تاتي مع المركز الخامس. المركز السادس الغزيل سعد بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي، يقدم لنا الغزيل راعة الثيل تحتل المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز اللي في المركز السابع اطلال محمد بن عبد الله العسكري، من يقدم لنا اطلال تاتي مباشرة مع المركز السابع. المركز الثامن من تاتي مشاهدينا الكرام تسليم لمانع بن صقر بن فلاق الكتبي، من يقدم لنا هذا الاسم تحتل مباشرة الى المركز الثامن. تاسع المراكز اللي في المركز التاسع معياه جابر بن راشد بن محمد الهاجي، من يقدم لنا معياه وصول وقدوم مشاهدينا الكرام من مطفية اول اذاعة المطفية، تاتي مع المركز العاشر مبارك بن محمد بن يروان المنصوري. هكذا النتيجة للابكار المهجنات الاصايل. لن نعود الى مقدمة الشوط، لن نعود الى المركز الاول سربا من الابكار بدني انفصل عن بقية المراكز في مقدمة الشوط ومع المركز الاول من سيطرت مع البداية. المسك المسك هي على البداية، هي مع مقدمة الشوط منذ الانطلاق وهي مسيطرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. تعود الملكية من يقدمها علي بن سالم بن طويلش العفاري، من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار اللي صار وجال بالنواميس من مصانع الجنوب قادم للمشاركة. انتصفنا المسافة إلى 4 كيلومتر، ما تبقى عن خط النهاية. وهناك أيضا اللي هي تاريخ، تاريخ تعود الملكية لمحمد بن بخيت بن محمد المنهالي، من يقدم لنا تاريخ
مع المركز الأول في هذه اللحظات، سيطرت مع البداية تاريخ، تعود الملكية لمحمد بن بخيت بن محمد المنهالي، من يقدم لنا تاريخ، باحث عن تسجل تاريخ لهذا اليوم مع الفوز والناموس. المركز الثاني المسك، علي بن سالم بن طويرش العفاري، من يقدم لنا المسك. المركز الثالث الغزي العبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي، يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع مرضية، علي بن خليفة بن بليش الكتبي، من يقدم هذا الاسم. يحتل المركز الرابع. المركز الخامس من حاف، عوض بن مبارك المهيري بن مبارك، من يقدم لنا من حاف، تحتل المركز الخامس. المركز السادس اللي غيرت في هذه اللحظات وانطلقت مشاهدين الكرام بهذا التقدم وبهذا المسار، ترافق من حاف في هذا الانطلاق تسنيم مانع بن صقر بن فلاك الكتبي، يتقدم مباشرة ويقدم لنا هذا الاسم والشعار القادمة الواصلة إطلال محمد بن عبد الله العسكري. وهناك أيضا من تاتي الغزيل سعد بن عنزان النعيمي، يقدم لنا الغزيل. هكذا النتيجة. وين الموقع إن سألتم؟ جسر العبور عديناه 3 كيلومتر، 3 كيلومتر عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط للمهجنات الأصايل. لنعوده إلى البداية، لنعوده إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى تاريخ، تاريخ مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. تعود الملكية، من يقدم محمد بن بخيت بن محمد المنهالي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام بهذا الإبداع، بهذا الانطلاق، بهذا التقدم وبهذا المسار الأول، الانطلاق الأول. نقول تاريخ مع البداية، تبي تسجل تاريخ لهذا اليوم مع الناموس تهدي محمد بن بخيت بن محمد المنهالي. 2 كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. المركز الثاني من تاتي المسك، علي بن سالم بن طويرش العفاري، من يقدم لنا المسك مع المركز الثاني. المركز الثالث الغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي، يتقدم مباشرة ويقدم لنا الغزيل مع المثلث الذهبي مع المركز الثالث. المركز الرابع من تاتي مرضية، علي بن خليفة بن بليش الكتبي، من يقدم لنا هذا الاسم. وهناك أيضا تسليم مانع بن صقر بن فلاق الكتبي. هكذا الأسماء، هكذا الانطلاق، هكذا الشعارات من اللي وصل في هذه اللحظات. وهناك أيضا القادمة والمنطلقة مشاهدين الكرام، إطلال محمد بن عبد الله العسكري، من يقدم لنا إطلال تغير من مركز إلى مركز، عينها إلى مشاهد الشوط. وهناك من حاف، عوض بن مبارك المهيري، ولكن أرى القدوم، أرى الوصول في هذه اللحظات. أول إذاعة هنا للشهامة، عاطف عطية بن حسن القرشي، ما يبنى لها طاري إلا في هذه اللحظات. وتقدم ممتاز أيضا من المسك، جمعة بن مبارك بن مغير الخيلي، أسامي تقدمت، أسامي انضمت بعالم هذه الإذاعة. هناك مطفلي مبارك بن محمد بن يروان المنصوري، وتاتي أيضا انتزاع سعيد بن مطر الرميثي، والقادمة شان سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، ولنا عودة إلى المنعطف الأخير، إلى الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. ولكن وين تاريخ؟ وين؟ وين تاريخ مع البداية، مع الصدارة، مع مقدمة الشوط؟ بدأت تشن الغارة لناموس هذا الشوط أن تهديه مالك المنهالي في مقدمة الشوط. يا مشاهدين الكرام، في صراع الأبطال والأقوياء من أجل الناموس والفوز مع البداية ومع الصدارة، مقدمة الشوط والمركز الأول. تاريخ، تعود الملكية، من يقدم لنا تاريخ؟ محمد بن بخيت بن محمد المنهالي. اقتربنا من الكيلومتر الأخير اللي ما بعده كيلو. وهناك أيضا المسك، علي بن سالم بن طويرش العفاري مع المركز الثاني. المركز الثالث الغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي، قادم الغزيل. ولكن لنعوده إلى البداية، لنعوده إلى المقدمة. تاريخ، تاريخ مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء،
هي مع البداية، ولكن حذاري حذاري من الغزيل، الغزيل القادمة، الغزيل القادمة. تعود الملكية عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي مع المركز الثاني، المركز الثالث المسك. تعود الملكية علي بن سالم من طويلش الحفاري، ولكن وين تاريخ؟ وين تاريخ؟ هي الأبرز تاريخ، هي مشاهدين الكرام المسيطرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. بدأ يغادر المنهالي، بدأ ينطلق مشاهدين الكرام لناموس هذا الشوط. تاريخ، واليوم تاريخي مع الناموس بتاريخ في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني الغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي، ولكن خلاص تاريخ الشوط، شوط تاريخ، الناموس لتاريخ. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمن قدمها لنا، محمد بن بخيت بن محمد المنهالي، وسلمة يمينك المنهالي على هذا الإبداع والوثبة. الناموس وثباوي، الفوز وثباوي. تهانينا والناموس لمالك تاريخ محمد بن بخيت بالعفاري المنهالي. أسعد الله صباحك يا أبو بخيت على هذا الفوز، وسلام الوثبة سلام. الغزية الثانية عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي المركز الثالث، من وصلة مشاهدين الكرام إطلال محمد بن عبد الله العسكري المركز الرابع، المسك علي بن سالم بن طويلش العفاري والمركز الخامس. هناك الشهامة عاطف عطية حسن القرشي. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، تهانينا والناموس لمالك على هذا الفوز، من قدم لنا تاريخ محمد بن بخيت بن محمد بن عفار المنهالي. تهانينا له على هذا الفوز، قدم لنا تاريخ قاطع المسافة في زمن وقدرة. مشاهدين الكرام، التوقيت الزمني 12 دقيقة 41 ثانية وخمسة من الأجزاء، أفضل بجزء واحد عن توقيتنا للشوط الأول. تهانينا والناموس لمالك تاريخ محمد بن بخيت بن محمد المنهالي الذي سجلت التوقيت الأفضل بجزء واحد. المركز الثاني 12 دقيقة 45 ثانية، ستة من الأجزاء الغزية عبد الله بن محمد بن سالم بن حفص الشامسي. تهانينا والناموس. المركز الثالث، نشوف اللي في المركز الثالث. أتت في ثالث المراكز إطلال محمد بن عبد الله العسكري، قاطعت المسافة في زمن قدره 12 دقيقة 47 ثانية، ثمانا من الأجزاء. مركز الرابع أتت المسك علي بن سالم بن طويلش العفاري، قاطعت المسافة في زمن وقدره. مشاهدينا الكرام، توقيتها الزمني 12 دقيقة 50 ثانية، ستا من الأجزاء. هنا من حل الثالث خامسا الشهامة عاطف بن عطية بن حسن القرشي مع المركز الخامس، قطعت المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 51 ثانية، خمسا من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.